أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صاغت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب بالخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق فأثير براءتها سحر أمثال رزينة أخلاقي وجنات تسبيح.